السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني الأحبة الكرام. أكثركم يسأل عن البث المباشر، ليش ما تبث في هذه القناة؟ أخواني الأحبة، أنا عندي قناة ثانية اسمها أثير القطراني 1، وهذه أثير القطراني 2. فأنا أحيانا أبث في هذيك القناة وأحيانا أبث في هذه القناة، حتى ما أسوي لود على القناة بين مدة ومدة وتنحضر القناة مثل كل مرة. فمرة أبث هناك ومرة أبث هنا، مرة أنزل فيديو هناك مرة أنزل فيديو هنا، لأن تعرفون قنواتي كلها محطوطة تحت المجهر والبلاغات عليها كثيرة، وأول ما أنزل فيديو فالفيديو يعتبر غير مرغوب فيه من اليوتيوب، ويتم فحصه بعناية حتى يتأكدوا من أنه ما يخالف شروط وقوانين يوتيوب. فلهذا السبب أنا أبث في أثير القطراني 1 الآن. فأتمنى منكم الجميع من يشاهد هذا الفيديو، راح أضع لكم الرابط في البايو في الوصف، تضغط على المزيد تلقى الرابط، تضغط عليه ينقلك إلى قناتي الثانية. وشكرا جزيلا لكم.